أهم الأخبار الرياضية، أهلا بكم. أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة قدم عقوبات على الجامعة الملكية المغربية لكرة قدم وكذلك اللاعبين سفيان بوفال وسفيان شاكلا على خلفية أحداث مواجهة مصر برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021. وغرم الكاف جامعة كرة القدم المغربية مبلغ 10,000 دولار بسبب السلوك العنيف للاعبين بوفال وشاكلا، كما تم إيقاف هذين الأخيرين لمقابلتين فضلا عن توجيه تحذير للمسؤولين المغاربة الذين تواجدوا في دكة بدلاء المنتخب المغربي. وسيحرم المنتخب الوطني المغربي من أهم نجومه أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في المباراة القادمة في تصفية كأس العالم قطر 2021.